لكن هنرجع مع حضراتكم تاني لدبي. معنا الزميل محمد توفيق موفد قناة الأهلي إلى دبي، ومعاه مين؟ الكابتن محمود الخطيب. نشوف. كابتن محمود الف مبروك الفوز، وبجد فخر لينا كلنا كاهلاويه فوز النادي الاهلي بهذه الجائزه، وطبعا يعني شايفين الاستقبال والحفاوه وجميع الناس يعني وحبهم لكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني اذا كان الجائزه والتكريم دوت النادي الاهلي يعني بيسعى دايما ان يكون في المقدمه في كل الامور. النادي الاهلي بجماهيره واعضائه وكل مسؤوليه يستحقوا دايما ان هم يكونوا إنه كلهم يعني في المصاف الأول، إنه كلهم بيشتغلوا أو بيحاولوا يشتغلوا بالشكل اللي يعني يخلي الأمل دايما موجود في إنك تكون نمرة واحد يعني. لكن ده بيدي مسؤولية كبيرة جدا على النادي الأهلي وعلينا جميعا إن إحنا إزاي نحافظ على ده، وإزاي بقدر الإمكان نوصل بإذن الله إن إحنا نبقى دايما على منصات التتويج في كل الـ يعني المحافل، مش بس الرياضية، حتى يعني النهاردة المؤسسة الرياضية الأولى مش بس رياضة يعني. فالحمد لله رب العالمين. شكرا. الحمد لله. عن حب الناس، يمكن جنسيات مش مصريين بس، ده أنا شايف ناس إماراتيين وقطريين بيتسابقوا على، يعني في حد بيقول لنا إحنا كابتن معاكم في مصر، إحنا لسه نفسنا نشوفه فعايزين كلهم يتصوروا مع حضرتك. الحمد لله رب العالمين، دي نعمة من ربنا وربنا يحفظها من الزوال إن شاء الله. الحمد لله. شكرا. الحمد لله. ده كان لقاءنا مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. ألف مبروك للنادي الأهلي، ويا رب دايما النادي الأهلي في انتصارات وبطولات ويبقى دائما في المقدمة. شكرا جزيلا يا محمد. استاذ محمود شايفك لاحظت سجلت بعض الملاحظات. طبعا لا، كلام الكابتن زي ما احنا بنقول هو الكلام، النادي الاهلي انه جماهير الاهلي الرساله واضحه من الكابتن، بنسعى دائما ان احنا نكون في المقدمه، وانه الاهلي دائما لازم يبقى يعني نمره واحد. نمره واحد دي يعني ما بتتقالش كده، يعني نمره واحد انه الجهد المبذول والهدف اللي بيسعى عليه النادي الاهلي انه يكون على منصه التتويج كل حدث يكون موجود فيه. ده شيء مهم جدا. كابتن محمود خطيب من المرات من الناس اللي هم نوادر الظهور على الشاشات حتى او حتى عبر المداخلات نفسه، دي بيبقى فيها رقم واحد. رئيس النادي الاهلي ما بيظهرش كتير، رئيس النادي الاهلي على مدار تاريخه كده يعني، لو رجعنا لورا من كابتن محمود الخطيب، مهندس محمود طاهر، كابتن انا رئيس التاريخ للنادي الاهلي كابتن حسن حمدي رحمه الله عليه، كابتن صالح سليم وغير وغير. النادي الاهلي كل المجموعه دي وكل الهدف وهذا الكيان رقمه ان يبقى دائما الاهلي في المقدمه، والمقدمه نتاج عمل وجهد كبير جدا، ودي رساله واضحه لاعضاء الاهلي وجماهيره. استاذ جمال، كابتن خطيب قال ان الاهلي مش بس نمبر 1 في كمؤسسه رياضيه، لا دوره كمان الكبير بيخليه في هذه المصر. طبعا طبعا، وده على فكره ادراك جيد جدا من كابتن محمود الخطيب بحجم ودور النادي الاهلي، اللي هو وعد بانه اهم حاجه الحفاظ على هذا الدور. ايوه تسعى يعني ده. يعني برضو انه مش بس احنا فرحانين دي النهارده ولا السنه اللي فاتت، لا احنا بنتكلم العهد بيننا وبين جماهيرنا واعضائنا ان نستمر في هذه المكانه. وده شيء انا بعتقد انه هو برضو استشراف للمستقبل وباصص لقدام. ودي حاجه يحمد عليها يعني بجد يعني. ده كلام مهم جدا.